اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. اردوغان امام اعضاء حزبه يصرح بان بوتين قال له بالحرف: انا ارغب في ان ارى وافتتح معك مصنعا للبيرقدار في موسكو او اي مكان تختار هذه الشركه. اذا اردوغان يصدم أساسا كل محاوريه بأن بوتين يطلب رسميا أن تكون البيرقدار في موسكو لأسباب عدة، أولها قضية التعويض عن قصف هذا المصنع في أوكرانيا، فهو يرغب في نقل هذا الشريك مع أوكرانيا بالبيرقدار إلى بلاده، وهكذا يصبح مسألة التعويض قائمة، لأن روسيا قصدت أن تقصف كل ما يتعلق بالبيرقدار. أول هدف كان في عملية 24 من فبراير 2022 قصف جميع البيرقدار الموجودة في مرابدها، ثانيا قصف المصنع الذي يمكن أن يشكل إنتاجا على الأقل بالنسبة للبيرقدار، ثالث مسألة أن هناك بيرقدار انطلقت من خارج أوكرانيا وواحدة سربت مباشرة بعد القصف الأول من المصنع آنذاك. حاول الجميع أن يطير ببيرقدار أساسا أغلب ما فيها أنها عولجت بعد القصف. ثالث مسألة أن أغلب البيرقدار التي طارت في الأيام الأولى كلها من تقنيين أوكرانيين، وهذا الذي أراده تماما الروس من جهتهم. إذا تعويض قصف مصنع البيرقدار يأتي ليقول مباشرة بوتين: إن عليك أن تبني المصنع وأنا سأساعد في هذا الأمر. معنى ذلك أن هناك أساسا تعويض على قصف مصنع البيرقدار في أوكرانيا. المسألة الثانية أن التكنولوجيا التي يحارب بشأنها أردوغان في البيرقدار، في حال نقلها مباشرة إلى موسكو فإن التعاون قائم. عندما سئل بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين عن قضية اقتراح بوتين لأردوغان حول هذه المسألة، حول البيرقدار، ماذا أجاب؟ أجاب بأن كل المشاريع التعاون التي ما بين الطرفين تناقش، وأن قضية ما سماه التعاون العسكري والتقني ما بين أنقرة وما بين موسكو قائم، والشأن نفسه بالحرف مع كل حلفاء سوتشي، أو كما قال، لأن الترجمة قد تأتي بين قادة سوتشي. على أيا كانت الترجمة، فواقع الحالي أنه إقرار مباشر بأن هذا ضمن مشاريع التعاون العسكري والتقني. إذا بيسكوف يصرح ولا ينفي هذا الاقتراح من بوتين. إذا هناك حصار تقني، هناك شيء آخر يمكن أن يتجاوزه الأتراك والغرب يحاصر صناعتهم الدفاعية، أن يكون هناك نوع من التعاون كما قال بيسكوف، لكن هناك أيضا شجاعة أردوغان. أردوغان يمكن، وهو العضو الآن، الدولة العضو في الناتو، أن يفتتح غدا هذا المصنع في قلب موسكو. لكن بالنسبة للإيرانيين، وهنا مدح شجاعة أردوغان، بالنسبة للإيرانيين لا يرغبون في ذلك. هناك أكثر من 40 طائرة رحلة، وهناك أيضا نقل لهذه التكنولوجيا، ولكن الإيراني لا يريد بأي حال مثل هذا التصنيع خارج أراضي إيران، لأسباب تتعلق بالمزيد من الحيطة والحذر والسرية العالية بخصوص هذا المشروع. المشروع هو ضد إسرائيل. بالنسبة لتركيا، هذا المشروع تجاري، تكنولوجيا متقدمة، يمكن أن يسعف فيها مثل هذا التصور، أن تنقل هذه الصناعة إلى موسكو
كما نقلت إلى كييف يمكن أن تنقل إلى موسكو. لذلك السلعة سلعة تجارية، لكن بالنسبة لإيران فالسلعة سلعة استراتيجية. بل أكثر من ذلك، وجدنا أن هناك تعبير شديد الأهمية بالنسبة لبوتين عندما قال أن كل المشاريع التي كانت مؤهلة لأن تكون إلى جانب المشروع التركي في أوكرانيا، يذكر تماما موتورسيك وغيرها، فإن موتورسيك يمكن أن تفتتح أيضا باسم تركيا مصنعها في قلب موسكو. إذا الأمر لا يتعلق فقط بالبيرقدار، وإنما أيضا تحويل البيرقدار إلى صناعة روسية تركية، وأن تكون تركيا والمصانعة في قلب روسيا، وهذه ضربة للغرب، الغرب الذي حاصر الصناعة الدفاعية التركية. اليوم هناك استضافة لهذه الصناعة في قلب موسكو، وهذا الذي يسمح بتطوير هذا السياق أكثر. أما بالنسبة للإيراني فلا يمكن بأي حال لبوتين سوى أن يقارع هذا الاقتراح باقتراح آخر موجه إلى إيران. إيران لا تريد لديها هذه الاستقلالية ولو مع روسيا، والدليل هو الخلاف الذي في سوريا مثلا، فهو خلاف إيراني روسي في سوريا سمح لروسيا أن تتحالف مع إسرائيل ضد إيران. ودائما في حوار والكل ينافس من أجل مصلحته، الكل يقاتل من أجل مصلحته، وبالتالي فالإيراني لا يرغب في نقل صناعته الدرونية إلى موسكو. بالنسبة لي على الأقل بوتين في حواره مع أردوغان فهو يرسل الرسالة إلى الإيرانيين، كما اقترحت على عضو في الناتو أن يأتي إلى موسكو من أجل أن يصنع الدرون، فكيف لا بالحليف الذي هو ضد الغرب على طول الخط؟ بالنسبة للإيرانيين الأمر واضح، الغرب يرى أن تسليم الدرونات إلى موسكو بمثابة حرب ضد أمريكا، فكيف إن صنعت إيران هذه الدرونات في موسكو؟ إذن بالنسبة لما يجري الآن وواضح جدا أنها رسائل بالأساس، لكن رسائل من بوتين للشريك الإيراني بهذا الخصوص، وأنه يرغب في إعادة التفاوض بشأن الملف السوري، وهذا الذي حدث بعد إطلاق الآس 300 مثلا للرد على الغارات الإسرائيلية بعيدا عن البروتوكولات بين موسكو وتل أبيب. معنى ذلك أن القمة الثلاثية أصبح لديها بصمات على الأرض، ليس فقط في تعقيد المشكل في سوريا على الخصوص بالنسبة للعملية العسكرية التركية، وإنما الأمريكيون فتحوا جبهة كبرى باتجاه جعل تركيا أساسا وفي العراق هي التي يجب أن تقدم جميع الضمانات باتجاه إيران هذه المرة. وأهم من كل ذلك، فإن المخابرات الإسرائيلية والمخابرات الأمريكية تريد تفجير الصراع ما بين طهران وما بين أنقرة في كردستان العراق، وأن يكون العراق ومدعوما من أمريكا للسعي إلى ضرب تركيا، وهكذا فالوضع سيصبح أكثر صعوبة في العلاقات الإيرانية التركية، وهذا مهم ولا يمكن تحريكه إلا من الملف العراقي ومن ملف كردستان، وهذا التداخل الكبير ما بين عمل حزب العمال الكردستاني كدور وظيفي لصالح مخابرات أجنبية انطلاقا من المخابرات اليونانية الإسرائيلية والأمريكية الآن، وعبر سينتكوم التي تعزي مباشرة القيادة المركزية، تعزي في مقتل إحدى المناضلات بين قوسين وهي نائبة رئيس القوات
الديمقراطية السورية. على كل حال الأمر هنا أخذ اشتباك حقيقي يريد من خلاله أساساً الأمريكي إعادة عقارب الساعة إلى الخلف في العلاقة الإيرانية التركية، ومن ثم أيضاً تحريك مرة أخرى البيرقدار. لأول مرة يقبل الأمريكي بتحريك البيرقدار بعيداً عن الجوست هذه التي هي اليوم أهم في المعركة، لأن المعارك اليوم ملتحمة ولا علاقة لها بالبيرقدار ولا بقصف البيرقدار. الأمر يتعلق بهذه فينيكس جوست، وهذه هي التي تعمل الآن أمام الوضع الحالي في الاشتباكات خصوصا في خيرسون وفي غيرها. ورغم ذلك نجد الأمريكي يحرك الرغبة أوكرانيا في البيرقدار هذه المرة، والقصف أن يكون في العمق باتجاه القرم، وبذلك يريد أن يحرق عبر البيرقدار ورقة العلاقات ما بين موسكو وما بين أنقرة، وفي نفس الآن يفتح كما ذكرنا جبهة العراق على وجه التحديد، وضرب منتجع سياحي. والآن تركيا والعراق وعبر الأمم المتحدة تطالب تركيا بفتح التحقيق إلى جانب العراق وأن يكون هذا عبر الأمم المتحدة. ورغم ذلك يشن الأمريكيون بشكل غير مسبوق حربهم، وعن طريق منظمات أيضا متعاونة مخترقة متعاونة ضد تركيا لجعل العلاقة الإيرانية التركية في الصفر، وأيضا في الدرجة الصفر أقصد، وتماما أيضا بالنسبة للعلاقات تماما بين موسكو وما بين أنقرة بخصوص استدعاء البيرقدار ضمن الصفقات. فأضيفت المادة 12، أضيفت البيرقدار هكذا بالحرف، رغم أنها هي التي ألغتها وهي التي أبعدتها وهي التي أطلقت في حقها 195 مقال متصف بالسلبية باتجاه هذا الأداء، رغم أن لا وجود لا لفيديو ولا لشيء عملي ولشيء منطقي ولشيء على الأرض ميداني، لا شيء من كل ذلك. والدعاية الأمريكية ضد البيرقدار أكبر بكثير مما جعل انقلابا آخر يحدث بطلب بوتين من أردوغان فتح مصنع للبيرقدار في موسكو. إذن أمامنا مثل هذا التداخل الشديد التعقيد والتشبيك، لكنه هو الذي يكشف لماذا تحديدا بوتين يعرض، ولماذا الأمريكي الآن يطالب بالبيرقدار، ولماذا الإيراني متحفظ على صناعة بيرقدار من خارج الدولة الإيرانية، واللعبة الشديدة التي تمارسها الآن المخابرات الأمريكية باتجاه صدام إيراني تركي وصدام تركي روسي. أمامنا إذن جبهات وأمامنا حسابات، والأهم أن ما يجري الآن طلب مباشر في سوشي للوصول إلى تعاون تقني وتعاون عسكري مفتوح. اليوم اللعبة الروسية أكبر، جزء كبير من الخطة التي عمل عليها الروس أصبحت مكشوفة ما بعد أوكرانيا، ما بعد هذه الحرب. ثاني مسألة، رغم الاختباء الذي أحدثه كل من الأمريكي والروسي في حرب أوكرانيا إلى درجة أن جعلوها حربا للقرن العشرين من أجل عدم كشف ما لدى القوتين، ورغم ذلك فقد انكشف الكثير على صعيد الأقمار الصناعية والدرونات وأيضا والأهم الرادارات. لذلك فهناك أوراق قد احترقت، وماذا يريد الآن موسكو؟ إعلان أن قادة سوتشي سيكون لديهم تعاون تقني عسكري مفتوح إلى أبعد مدى، وأن الروس يدعمون في ذلك من أجل ربح الفجوة التكنولوجية وما بعدها. وبالتالي فإن ما يسير إليه الآن الوضع هو أن بوتين
معجب أكثر بالبيرقدة، أكثر من جنوده وأكثر من كل روسية، لسبب رئيس، لأنه هو الذي قرأ على أقل تقدير 396 تقريرا عملياتيا من الأرض هناك من أوكرانيا، ويعرف حجم الأداء. وإلى الآن البيرقدار هي الأكثر قوة والأكثر فاعلية وتأثيرا، رغم أنها لمدة أكثر من 61 يوم لم تعمل، ورغم ذلك لا تزال نتائجها من بداية العملية 24 فبراير وإلى الآن هي الأكثر قوة أمام جميع التقارير، رغم مرور الآن من فبراير وإلى حدود هذه اللحظة، نتحدث عن 5 أشهر، ومع ذلك لا تزال أكبر من أدى بنتائج في هذه الحرب من الجانب الأوكراني هي البيرقدار. لهذا فجميع أسلحة أمريكا لم تصل بعد إلى البيرقدار في الأداء، وهذا الذي نبه إليه تماما بوتين، ويريد بوتين أن تكون البيرقدار هي المشروع الذي يمكن أن يصالح به العالم نفسه أمام بدء ما سمي بتقنيات سوشي، مرحلة سوشي، التعاون التقني والعسكري مع سوشي. وهكذا أتت البيرقدار في ضمن هذه الحسابات من أجل أن يقول بوتين، ويكون بوتين أول من يدافع عن البيرقدار، وبتعبير بيسكوف نفسه. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.